انت تقتلك بعد يعني؟ طيب شو عملت ترجعي؟ وإذا رجعت كم مرة رح ترد ترجع لحياتك؟ نسمع، كل حياتنا سوا. حازم أنت كل عمرك هيك، أنا بقرب وأنت بتبعد، أنا ببعد وأنت بتقرب، خلص خلينا هيك مرتاحين أحسن. يعني بس أنا ماني مرتاح هيك. وكيف بتكون مرتاح؟ إني أكون قريبة منك وأنت عم تدور على شي تاني؟ ما عاد بدي شي تاني. بس الفترة الماضية حازم أنا ما عاد عندي ثقة فيك، وما عاد بدي أتوجع، ولا بقى بدي لاحق أخبارك، ولا بدي أعرف أنت مع مين ومع مين طلعت ومين شفت، ولا بيهمني أعرف أنا شو بالنسبة لإلك. هيك أنا مرتاحة ومحددة شو بدي منك، وماني متأملة بشي تاني. أنت المرة اللي حبيتها واللي لساتني بحبها. عن جد؟ مو على أساس أنا المرة النقاقة اللي بتضل بتزن واللي بس بدك تهرب منها واللي ما عم تفهمك؟ كنتي وأنا مالي مضطر لك هذا الحكي. لو ما كنت حاسس فيه عن جد، بدك تصدقي صدقي، ما بدك تصدقي على كيفك، ما فيني أجبرك. يعني إيه، هيك مرقت فترة حسيت حالي محبوس، لأن جربت إنه ضيع، وضيع برات كل شيء. أنا رجعت حسيت إنه أنا ما عاد بدي شيء غير الشيء اللي كان عندي. أنا ما عاد بدي ضيع. مشان ما تضيع أنا لازم ضل بمكاني وتحمل كل يوم مسلسلاتك التركي. هي نزوة واحدة، ما في رجال ما عنده نزوة. بعدين أنا كنت مضغوط، يعني وقت مات جمال حسيت إنه معقول العمر يكون بس هيك؟ معقول؟ مشان الله حاج تخلط الأمور، مرة واحدة بحياتك كون صريحة لآخر. لسه من يومين كنت عم بتنق لأنك قعدت مع جولي راح ضلني نق وراح أضلك تنقي، بس أنا مالي غيرك. ما في حدا ما بيعطي فرصة تانية، لكن أنا منيح لك جدبة. حاجة حاطة كل السلبيات قدام عيونك وعم تحكمي علي. خايفة صدق؟ ما عاد وجعك، ما عاد وجعك بحياتي. فكرت منيح بالفترة الماضية وعرفت شو بدي، فكرت بكل شي صار. اليوم هيك بدك، بكرة شو؟ فيك تعطيني جواب صريح؟ بكرة بجوز موت. وإن ما متت